أكدت وزيرة الصحة هالة زايد أن الدولة تقدم كافة أوجه الدعم والتقدير والتكريم لأبطال المصريين الذين ناضلوا ضد العدوان الثلاثي وكافة الحروب التي شهدتها البلاد. جاء ذلك خلال زيارتها برفقة محافظ بورسعيد عادل الغضبان لإحدى مناضلات بورسعيد زينب الكفراوي بالمستشفى العسكري، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير كافة الرعاية الطبية للمناضلة المصرية العظيمة. من جانبها عبرت الكفراوي عن سعادتها بهذه الزيارة، موجهة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي ولوزيرة الصحة ومحافظ بورسعيد على هذه اللفتة الطيبة.